أهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. أكلة أمي النهاردة التنوع، التغيير والتشكيل على السفرة مطلوب علشان ولادنا ما يملوش، وكمان جوزك ما يملش من الأكل. أي نعم حرمناه من الفتة، ممكن نحرمه شهر بالكامل، بس هنعمل لك النهاردة فتة يا السيد. فتة بتاعتنا النهاردة فتة آمنة، فتة بالزبادي مع الطحينة مع شيخ المحشي اللي هو البتنجان. هتحشي حتة لحمة مفرومة قليلة الدسامة، هيبقى نوع محشي ولكن فتة اللي هو اسمه شيخ المحشي من المطبخ الشامي. هنشوف نعملها مع بعض ازاي. مكوناتها شوية بتنجان مع لحمة مفرومة، يعني مفيش حاجة غريبة ولا حاجة، الاسم غريب شوية بس هي من نفس المطبخ. معانا النهاردة كمان فطاير بالزعتر وبالجبنة وكمان باللبنة، نقدر نعملها زي ما احنا عايزين بالعجينة، ولكن اسمها في المطبخ الشامي مناقيش الزعتر ومناقيش الجبنة مناقيش اللبنة، واحنا كلنا عارفينها. هنشوف نعملها مع بعض ازاي. برضو لطيفة، العامل الاساسي فيها زيت الزيتون واللبنة بتاعتنا لازم تكون نوعية كويسة عشان ما تقطعش على وش الفطيرة. معنا النهاردة كمان كيكة لطيفة بدون بيض، انطلبت مننا الأسبوع اللي فات، عايزين كيكة بدون بيض، وكتير على السوشيال ميديا عايزين أكل صيامي في الحلويات، فنعمل لحضراتكم النهاردة كيكة بدون بيض، ونشوف إيه عوامل الرفع هنا للكيكة بتاعتنا، وإيه البدايل للبيض في الحلويات بطريقة بسيطة وسهلة. عدل الأكل بتاعنا ده طبق سلطة خضراء على السفرة مع شوية رز بالشعرية. مش عايز أطول على حضراتكم لأن في تفاصيل في الحلقة كتير وفيها شغل كتير للأمانة، عجينة ومحشي وشيخ المحشي مش حاجة سهلة، وطبق فتة آمن، فخلوكم معانا بعد الفاصل أو هتروحوا بيه. تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لفك اللغز شيخ المحشي. هنعمله فتة النهاردة، مقاديره على الشاشة. بتنجان يا راجل، ده شيخ، ده احنا افتكرنا بقى حتة من الفخدة وحتة من بيت الكلاوي، ومعانا لحمة مفرومة نسبة الدهون فيها تقريبا 20%، ويفضل ان هي تكون ضاني للأمانة لو عايزة طعم حلو يعني. ومعانا بصلة ناعمة، والمقادير على الشاشة، صورها بالتليفون او اكتبيها ورايا. وبصله ناعمه، فص توم ناعم، معلقه معجون طماطم، معلقه مستردة، سوري، معلقه دبس الرمان، وملح وفلفل، وعصره ليمون، دي الحشوه بتاعه شيخ المحشي. معانا طاسه شديده الحراره على النار، المقادير بتاعه الفته، طحينه وزبادي وزيت زيتون وعصره ليمون. تعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي بطريقه بسيطه وسهله. اول حاجه يا عم الشيف، هنعمل خلطه المحشي. كسرونه زي دي كده، بناخد اللحمة المفرومة دي كده. طبعا احنا ده كله محشي معانا عشان بس نبقى عارفين احنا بنعمل حتة كده هنحشيها مع حضراتكم. اكزامبل يعني مثال صغير. بنحط عليه بصلة ناعمة، فص ثوم ناعم، شوية بقدونس مفرومين، معلقة دبس الرمان، حشوة. هتاخد رز يا شيف؟ لا، امال اسمه شيخ المحشي ليه؟ لان ده ما بياخدش رز، لحمه مفرومه وبس. حلو قوي. الملح والفلفل بتاعنا، دي الخلطه اللي ممكن تعملي بيها 2 كيلو 5 كيلو 50 حبه 60 حبه، الكميه اللي معانا دي كده. حلو، سنه بابريكا صغيره كمان، انا بحب السبايسي في المحشي، عصره ليمون، ونقلب الخلطه دي. تاني حطيت ايه يا عم الشيف؟ طبعا الشبت والكزبره والبقدونس ما لهمش مكان بينا، اللي هو الثلاثي المرح بتاع المحشي بتاعنا اللطيف ده، ملوش مكان هنا، خلي بالكم. عباره عن لحمه مفرومه، حطيت عليها بصله ناعمه، فص ثوم ناعم، شويه بقدونس، شويه نعناع يابس، وقلبهم مع بعض كده مع زيت زيتون. ادي زيت الزيتون بتاعنا، والخلطه دي كلها مع بعضها يا عم الشيف بايديا كده، واقلبها جيدا. اللحمه هنا بقى ايه؟ متدلعه، اخر دلع. وهنحشي يا عم الشيف البتنجان كله بالطريقه. البيتزا الايطالي دقيق وخميره وميه دافيه، معلقه سكر وزيت زيتون، هي دي مقادير عجينه البيتزا الايطالي. التوبنج بتاعها صوص طماطم، بيبقى معجون طماطم حتى كمان، واخد معلقه سكر، هم شاطرين في الحاجات ديت،
وبيعملوها بتشيز لافر، بيعملوها بالسجق، بالحشوات اللي هم حابينها. انت هتشوفها ازاي والبتنجان السود. حاضر ماشي. الاستاذ احمد شفيق بيقول لي عايز اشوف البتنجانه فيها اللحمه الغير. طب ايه يا سود هتشوف ازاي؟ ما انا حط صباعي كده حاسس بيها. حاضر. طيب شايفين انا بحشيها كده. البتنجانه علشان ما يسودش من جوه، اقول لك على تركيه حلوه ما تقولهاش لحد، اللي يتفرج على الشيف المغازي بس هو اللي يعرفها. ايه يا شيف دي من بقى من بيت المطبخ الشامي، بتقول ايه بالتركيه دي؟ قورتي بتنجان، قورتي كوسه، وعايزه تحشيهم علشان يبقوا حلوين معاكي، انقعيهم في شويه ميه بملح ونعناع يابس. ما عندكيش نعناع يابس حط نعناع اخضر، ملح، عصره ليمون، نعناع يابس اللي هو النعناع الناشف او نعناع اخضر، وعصره ليمون وشويه ملح. ثلاث حاجات دول، عصره ليمون، شويه نعناع يابس او اخضر، نعناع ناشف بتاع الشاي يعني او اخضر، وشويه ملح في قلب الميه، وحطهم شويه ساعه زمن، هتلاقي البتنجان طري معاكي، تخش جوه البتنجانيه تشميها تلاقي ريحتها حلوه، ما فيهاش ريحه بقى البتنجان الاسود من جوه ولا لانه غني طبعا بالحديد، انتوا عارفين بيتاكسد بسرعه. يا نعم كده اهو. حاضر عيني. حاضر الله عليك. معانا ناس بذمه. شوف عايزين يعني عايز هو بص. لا هنا بقى السؤال، قول لي دي بتتحشي للاخر زي الرز؟ لا طبعا انا بحشيها للاخر. بحشيها للاخر لحمه مفرومه، لان مفيش رز انها يفرد عضلاته. خلي بالك لو بتحشيها رز اعملي حسابك تحشيها الثلاث ارباع والربع فاضي، او التلتين والتلت حسب كميه الرز، يا التلتين والتلت يا ثلاث ارباع والربع. التلتين والتلت يعني التلت فاضي والتلتين مليان، او الثلاث ارباع رز، الثلاث ارباع حشوه والربع فاضي حسب كميه الرز في الحشوه. اللي مريحني هنا بقى وشيخ المحشي ده راجل جميل من غير رز خالص، فده مديني الامان شويه. هو ده. حاضر تعرف تاخد مني انت المعلومه صح. تعالوا مع بعض نحمر شيخ المحشي. هو ده مش هيستوي مع لحم كوارع يا شيف؟ لا لا يا عم الحاج ده شويه طاسه ايه شديده الحراره، بنحط معلقه زيت زيتون، حلو قوي، وناخد البتنجان اللي اتحشى ده كده ينزل واحده واحده كده هنا يتحمر، واحده سودة وواحده بيضة، هم كلهم بيض اهو. بس كفايه سيب دول يتحمروا كده هياخدوا لون، نحمر اللي بعديهم. ايه بقيه المقادير عندي في الشيخ المحشي؟ عيش متحمص. وناخد العيش المتحمص ده نحمصه ازاي غير العيش بتاع الفته اللي احنا متعودين عليه؟ انا حمرت نص الكميه ونص التاني هحمره مع حضراتكم. شوف ازاي نحمر العيش بتاع شيخ المحشي، يستاهل ان احنا نتعب عليه. عيش متقطع شامي، بلاش العيش البلدي، نجيب العيش الشامي اللي احنا عارفينه الرقيق ده، حلو الكلام، ويتقطع مربعات بالشكل ده كده، ونحط عليه شويه فليفر حلوين قوي. هم يا عم الشيف ما انا ما عنديش شوربه كوارع ولا عندي شوربه لحمه راس ولا سلق لحمه، فبخلق الطعم والف الطعم واوجد الطعم من بين اصابع ايد العشره. حلو الكلام، حلو الكلام. فص توم على العيش، حلو قوي. معلقه دبس الرمان على العيش. ده العيش ده هيتحمر ولا يتاكل؟ اصبر على رزقك شويه. حلو على العيش، شوية نعناع يابس على العيش، وامسك العيش ده يا عم الشيف كده مع معلقة دبس الرمان مع النعناع اليابس والفص التوم الني، وامسك العيش ده اعمله ايه كده كده. كده العيش خد طعم، العيش ايه هنا خد فليفر، العيش ايه هنا يتاكل ني. زي ما هو كده. انا حمرت شويه ولكن قلت كمان اعمل شويه مع حضراتكم كده عشان التركايه دي بلعيش ده طعمه حلو بطبق الفته اللي انا بعمله. عيش دبس الرمان نعناع يابس بالشكل ده كده. هنجيب السرفيز اللي هنقدم فيه، محمرين شويه هنا، ونمسك نحمر الباقي هنا كده.
اللهم صل على النبي. يلا فرسان التلفزيون المصري، لازم الزيت هنا يكون شديد الحراره عشان العيش ما يشربش منك زيت، ينزل يتحمر هنا كده. يلا ده العيش بيتحمر والبتنجان بيستوي. خلينا نبص على البتنجان اخباره ايه. بس نامن على العيش، لان العيش عندي اهم من البتنجان. ليه يا مغازي؟ لان البتنجان عندي لسه كميه، ده اتحرق هغيره ومش هيتحرق باذن الله المال الحلال ربنا يبارك فيه. ولكن العيش ده في الزيت فلازم عينك عليه، لان في ثانيه هياخد لون، في ثانيه هتفقدي الرونق بتاعه. فما سيبوش، امن عليه واطلعه من الزيت، وبعدين اروح للبتنجان اللي في قلب الطاسه اللي بيتحمر. هو كده كده اسود فمش باين فيه ان هو اتحمر شويه ولا ما اتحمرش، هي يبان في البيضة بس. قال لك البيت بيضة بيضة ونعمل ايه؟ هناخد العيش ده كده. زي الفل تمام، ما يتحمرش اكتر من كده. حلوه تمام، خلصنا من العيش. اللهم صل على النبي. نشوف البتنجان اخباره ايه؟ هو ده. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ المحشي، البيضة بان عليها ان هي خدت لون، السودة ما بانش عليها. بس هنا اللحمة من هو جوه بتنكمش بتستوي. شوية البهريز اللي بينزلوا من اللحمة وتحمير البتنجان دول انا عايزهم، خلي بالك هيخشوا على العيش ده يخلوا طعمه جنان. شفت التحميرة دي كده؟ نوسع كده لشوية كمان نحطه. على قد السرفيز. شيخ المحشي يتحشي لحمه مفرومه بتتبيله شفناها مع بعض، وبعد كده يتحمر بالشكل ده كده. اللي يتحمر نطلعه ونخليه على جنب. عينيه. حاضر. يلا العيش عندنا جاهز. بسم الله الرحمن الرحيم. عايز طبعا هنا احمر كل الكميه بنفس الطريقه. اقوم اعمل ايه يا عم الشيف؟ اللي احنا حمرناه ده نطلعه ونخليه على جنب. نرجع لعمنا شيخ المحشي، ايه الاخبار؟ حمرنا شويه، باقي معانا كميه اهي بنحمرها برضو. يا دي يا شيف مغازي، لازم التحمير، لازم التحمير عشان البتنجانيه تشرب من الفليفر والطعم بتاع اللحمه. معانا صوص طماطم جاهز مع النار، واخد بصله ناعمه، واخد تومه ناعمه، معلقه زيت زيتون، عايزه تحطي معلقه سمنه حطي زي ما انت عايزه. وفي الاخر يا عم الشيف بنغرق شيخ المحشي ده في صوص الطماطم بتاعه، ياخد ايه غلوه اتنين لغايه لما يستوي. بالشكل ده كده. حلوه، ونار شديده زي ما احنا شغالين. بنعمل ايه يا عم الشيف؟ صوص الطماطم جاهز عندي. طب ينفع احط طماطم عادي؟ لا، لازم صوص الطماطم يكون متعتق وجاهز كده. يلا يلا، هو ده هو ده يعوم كده. ده شيخ المحشي. البهريز بقى بتاع صوص الطماطم مع غليان اللحمه الفليفر والطعم ده اللي هيشرب العيش بتاعنا اللي احنا محمرينه وجاهز. عرفنا خط سير الشيخ المحشي ازاي واحنا شغالين؟ نرجع لصوص البرتقال بتاعنا، اخباره ايه؟ هو ده. معانا شيخ البتنجان بنغطيه عشان بيطرطش على البوتاجاز صوص طماطم. خلي كده. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الصوره الحلوه دي؟ معايا فرسان التلفزيون المصري، شيخ المحشي بيبكبك على النار مع صوص طماطم مخدوم جيدا. ونغطيه، ومعانا العيش بتاعنا، ونشتغل في الصلصه بتاعت الفته. خلي بالكم انا معايا فطاير، فانا بدي لكل حاجه حقها. قدرنا نعملها مع بعض؟ قدرنا. ما قدرناش بنعملها يوم تاني. بس انا عايز لما اعمل اكله المحتوى بتاعها وتفاصيلها وكل الحاجه اللي تخص تركيه النجاح والشغل تكون ظاهره مع حضراتكم على الشاشه. نشتغل مع الطحينه والزبادي، ازاي نعملها مع بعض علشان نحطها على وش العيش ده مطلوب. معايا زبادي وطحينه وزيت زيتون وعصير ليمون في المقادير علشان اعمل صلصه الفته بتاعتي واحنا شغالين مع بعض. نجيب مضرب كده زي الفل،
الزبادي لازم طبعا، لو انت يعني حابه ان يكون زبادي دايت من اي سوبر ماركت ماشي، في نوعين اللي هو كامل الدسم وقليل الدسم حسب الرغبه يعني. يفضل تجيبين اللي هو قليل الدسم، يبقى افضل بكتير. بنحط عليه شويه نعناع يابس بالشكل ده كده، وفرك النعناع على ايدك كده عشان تاخدي التيست بتاعه والنعومه بتاعته. حلو قوي، ونقلبه كده. فص توم ني حلو، خلي لك الصلصه دي قويه وشخصيتها قويه. دي مش فته، مش هتاخد طشه بقى، مش هتاخد بقى الخل والتومه، لا خالص، اهو توم ني اهو. طيب تتبيله المحشي، لحمه مفرومه بتاخد بصلايه ناعمه، تومه ناعمه، دبس الرمان، نعناع يابس، وعصره ليمون حلوه، ملح وفلفل، سنه بابريكا. بنعجنها كويس ونقلبها كويس مع معلقه زيت زيتون عشان تفك من نفسها، ونحشيها جوه البتنجان، وبعد كده نحمره يا حماده زي ما شفنا مع بعض، وينزل عليه صوص الطماطم الحلو، ونسيب الشيخ المحشي يتعذب جوه الصلصه. اسمها الصلصه الذهبيه. انا دايما بسمي الصلصات صوص الطماطم اللي معمول صح الصلصه الذهبيه، الوايت صوص الصلصه الفضيه، عشان تبقوا عارفين. اهو هخليه مفتوح اهو زي الفل. وتعالوا مع بعض نعمل شغل الفته. اهو طحينه، حاضر عينيا، طحينه، زبادي اهو. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ شويه الملح بتوعي كده جاهزه اهي. بس خلاص، اللي هياكل من الصلصه دي هتعجبه قوي على فكره. اهو اهو اهي، لازم القوام ده كده. طحينه، زبادي، طحينه دي يا شيف لكل 6 علب من الزبادي اللي هو العرض في السوبر ماركت بياخد معلقتين طحينه. هتعملي 3 يبقوا معلقة طحينه، عشان السؤال ده بيتسال كتير. لو حطيتي طحينه كتير هتلاقيها عجنت معاكي اهو. شايف يبقى القوام ده كده اهو. حلو، عصره الليمون نسيتها معلش هحطها، دي مهمه. اقول معلومه هنا بقى، حذاري حذاري، اكتبيها على باب الثلاجه، تحط عصير الليمون على الزبادي قبل ما تحط الطحينه. هتجاوب على السؤال ليه يا ابو غازي؟ الكلام ده بعد الفاصل، اوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. افتح يا سمسم العب، هو ده شيخ المحشي على النار. خلي بالكم الاكله دي صعبه على فكره، ما حدش يستهون بيها، لان لازم تتعمل بتكنيك عالي من الخبره. التنجان ده لازم ما يفتحش منك وانت بتسويه، عيب شيخ المحشي يتكسر واحنا بنسويه. واللحمه المفرومه اللي انا حطيتها تكون مستويه جوه، وصوص الطماطم يبقى له طعم، فيه الزعتر وفيه دبس الرمان وفيه الفليفر الحلو ده كده. حلو؟ الصلصه بتاعتي جاهزه. ده طبق فته عائليه. زي ما قال الكتاب، العيش متحمص عندي بالطريقه الصح جاهز. طب العيش ده يا شيف هتجيب له شوربه منين؟ اصبر على رزقك. ادي الطبق بتاعنا، عشان نطلع شويه المحشي اللي احنا عملناهم دول، عشان هنشتغل فيهم دلوقتي مع بعض. واحدة واحدة كده يا عم الشيف. استوى؟ طبعا. معايا صوص الطماطم هنا بقى له قوام، بقى له طعم، بس لسه هخدم عليه كويس. اللي بالك معايا دبس الرمان، معايا بقى شوية ايه بهارات كده حلوين، عشان صوص الطماطم ده اللي هيدي طعم للعيش، لأن الأكلة دي ما فيهاش رز. اللي بيشوفوني دلوقتي دي مش هيبقى فيها رز، دي عبارة عن زبادي وطحينة وعيش مقرمش واخد في ليفر وطعم قبل ما أحمره. التنجان بشيله كده عشان عايز الصوص الطماطم ده. طلع معاكي في المعلاة وأنت بتشيل شوية صوص طماطم، مفيش مشكلة، ما احنا هنقدم طبق بتنجان جنب شيخ المحشي، عشان اللي عايز يزود ياخد. والله يا شيف ده احنا يعني محرومين من الفته بقالنا تقريبا من العيد، يعني دخلنا في 15 يوم. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ شايفين صوص الطماطم ده كده؟ الله عليك، عينيا. نبص عليهم كده. ما ده مش هنحط عليه خالص يا شيف.
نظبط عليه كمان شويه صوص طماطم كده هنا. حلو، نظبط البهارات بتاعتنا، شويه فلفل حلوين كده. دي الشوربه بتاعت الفت من الاخر، شويه بقدونس حلوين واقلبهم كده. هنروح فين بصوص الطماطم ده يا عم الشيف؟ يلا كده بقى. ده على وش العيش بتاعي قبل ما احط الطحينه. بالشكل ده كده خرجنا حبايبي فرسان التلفزيون المصري. صوص الطماطم بتاع شيخ المحشي يتناغم مع عيش محمص. قبل التقديم مباشره، خلي بالك. ايه الحلاوه دي يا عم؟ ارفع ايدك انت مصري. حلو قوي. بتنجان معانا، ناخد شويه رسوم كده على وش شيخ المحشي بالشكل ده كده. الله، اهو شفت شيخ، حاجه اكله امنه. تفتكري بقى ده طرب، وانت بتاكلي ده اعتبريه طرب، اعتبري ان البتنجان المنديل بتاع الضاني واللحمه المفرومه اللي جوه بتاعه الكفته. خلي بالك يعني، والواحد لو عايز يعمل حاجه في راسه هيعملها يعني. ده طرب، زي الطرب، والله العظيم واحلى من الطرب كمان. ليه بقى؟ طرب دهون ودسامه وكوليسترول، الجو ده. طحينه زي الفل، هناخدها. بسم الله الرحمن الرحيم، ينزل على وش شيخ المحشي طبق بيتكلم مصري. اي نعم هو من المطبخ الشامي، ولكن اللي عامله مصري بخفه دم مصريه. احسن حاجه انك تعملي الاكله بطعم ايدك، تعملها بقى من المطبخ الصيني الياباني المكسيكي التايلاندي. عينيه موجوده والله يا بنت الحلال استاذ رحاب رشيد. طب ما تجيبين الصنوبر، كيلو الصنوبر بكام دلوقتي؟ الله يرضى عليك. انا جايب صنوبر، جايب لوز شبه الصنوبر. يا نعم. بتنجان ده اغرفه في طبق كده جنب الاكل بتاعي. حلو، اللهم صل على النبي. شويه البتنجان دول حلوين، خلي بالك اوعي تفرطي فيهم. دول لو باتوا في التلاجة وكلتهم تاني يوم مع شوية رز بالشعرية هتتعيلي. طبق تاني بقى اهو، شيخ المحشي مع رز بالشعرية. رز بالشعرية معانا على فكرة. حد بيسألني دلوقتي ممكن نعملها كوسة؟ لا، كوسة باللبن. اما كوسة فتة لا. صوص الطماطم ده ناخد منه شوية كده. انا عايز الحاجات الحلوة والتركات دي كده. ايه الحلاوة دي؟ والباقي ينزل هنا. حلو زي الفل. معانا صوص طماطم اهو، تفاصيل البتنجان تبان كده. معانا لسه بقول طبق تاني ويوم تاني جديد اهو، وتغيير من الطعم. حلو. شويه الصنوبر لازم اقف على ايديا وانا بحمرهم، ده مش صنوبر ده لوز عشان للامانه. شيخ المحشي الصورة الحلوة لما المغازي يقول تتحدث عن نفسها مش من فراغ، دي خبرة طهوية، خبرة السنين بنقدمها لحضراتكم على طبق من ذهب. تعالوا نحمر شوية اللوز مع بعض كده بسرعة. أنا عشان كده جيت على نفسي النهاردة وحبيت إن أنا أخلي الفطاير اللي أنا هعملها باللبنة والزعتر اسمها مناقيش يعني، هنعملها مع بعض بكرة إن شاء الله. ربنا يدينا ويديكم طول العمر. حلو الكلام؟ قولوا يا رب. هنحط شوية الصنوبر. الصنوبر دايما لما تحمريه تعالى على نفسك وحط معلية ايه؟ سمنة كده مع معلية زيت صغيرة. ليه يا مغازي؟ علشان يبقى الصنوبر طعمه حلو. دي كفاية أوي. حلو أوي. هنحطهم على وش الفتة. هو المفروض صنوبر. ده مش صنوبر يا اخوانا، وانتوا احنا متفقين ان المصداقيه مع بعض. ده لوز متقطع بيتباع عند العطار شبه الصنوبر. هو ده اللي هيخلي شيخ المحشي واخد شخصيته. ده العبايه بتاعته، لحمه مفرومه بس من غير رز وصنوبر على الوش. عشان بيسالوني ليه سموه شيخ المحشي، ليه هو يعني على راسه ريشه يعني؟ ما عندنا الكوارع والبمبار وعندنا العكاوي ولحمه الراس، ليه ما نقولش عليها شيخ المحشي لحمه راس؟ لا، ده بياخد صنوبر، لحمه مفرومه ضاني، وانا بحمر الصنوبر ده او اللوز ده بحط سنه بابريكا حلوه كده.
بحب الجو ده كده عينيا، بحط سنه نعناع يابس كده. شفتي بقى تاتش، بس بيدي نكهه، بيدي شكل حلو. استنى عليهم كده يتحمروا، بنحط منهم شويه على وش البتنجان وشويه على شيخ المحشي، ومعانا كيكه بالبرتقال بدون بيض، ومعانا عدل السفره بتاعت رز بالشعريه، سلطه خضراء متواجده معايا كل يوم بطعم تاني وبطعم شكل جديد. تقدر تعملها بزيت الزيتون، بالخل، من غير خيار، بدون خيار، تقدر تعملها بالطماطم، بالبصل، زي ما انت عايزه. معانا اللوز، وقتنا خلص انا عارف، بس لازم احط اللوز على وش الفته. شفتي اهو التحميره دي مهمه. ده توقف على ايده بقى، عندك بيبي بيعيط؟ لا سيبيه دلوقتي، دول لو اتحروا ازعل قوي، على ممكن اعيط يعني، خلي بالك. التحميره هنا لها درجه. شفتي اللون ده كده؟ عشان شويه السمنه مع الزيت دول هيدوا طعم حلو قوي مع طبق الفته بتاعتي، هينزلوا على الزبادي والطحينه يخلوهم يتكلموا مصري. يلا حلو التحميره دي، ناخدهم كده مع بعض. شويه هنا، ايه الجمال والحلاوه ده؟ شفتي حلاوه التاتش، بس ايه، خدنا في مكان تاني خالص. خدنا على جبل لبنان، خدنا على حمص، خدنا على سوريا، خدنا على بلاد الشام. تحيه كبيره ليهم كلهم. شايفه؟ يا ويلي يا ويلي، مطبخنا على شاشه القناه الاولى، تفاصيله كتيره، طعم تاني ولكن مصري، لما نحب نعمله من اي مطبخ في العالم. شيخ المحشي، كيكه بدون بيض، معانا طبعا رز بالشعريه والسلطه الخضراء، وزي ما قلت لحضراتكم انا حريص ان احنا كل تفاصيل الاكله نشرحها لحضراتكم، فمعايا فطاير بكره او مناقيش بالزعتر والجبنه واللبنه، هنعملها مع بعض بتفاصيلها لان لها تفاصيل دقيقه شويه. رؤيه فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.